يسعد صباحك فرح. وصباحك يا رب سلمى، مثل ما بنقول كيفك اليوم؟ هذا السؤال متكرر دائما، بس بحس انه لازم يكون فعلا مقصود ومعني فيه انه كيفنا اليوم، لانه كل يوم يمكن في تطورات جديده ان كان على المستوى الشخصي او كان على مستوى الوضع العام يلي اكيد عم بياثر علينا بكل تفصيل من تفاصيله. ارضنا الحبيبه بفلسطين وكل شيء عم بيصير فيها، يمكن من انتهاكات لحقوق الانسان، من قصف وتدمير ووحشي، هذا الشيء اكيد ما بيضعف من عزيمه المقاومه، ومثل ما عم نشوف سلمى بالعكس هذا الشيء يمكن عم يزيد من مستوى المقاومه وعم يزيد من اصرار شعبنا بالأرض المحتلة بفلسطين على استرجاع الحقوق. وأكيد سلمى المظاهر ويمكن كل المشاهد الوحشية اللي نحن عم بنشوفها، هذا الشيء عم يحفر بذاكرتنا يوم عن يوم. هي الصور يمكن حتى صحيح. صور قديمة كتير سلمى، مثل صورة يمكن إذا بتتذكريها للشهيد محمد الدرة، قد هي صورة قديمة ولهلا محفورة بذاكرتنا، مجرد إنه نشوفها قد ايه بتأثر فينا اليوم. كم محمد الدرة صار فيه، كمان سلمى، وقد ايه كان في انتهاك للمشافي، للمدنيين، للصحفيين، للبشر، للحجر، لكل تفصيل بأرضنا المحتلة. فكل يوم نحن عم نواكب الأحداث، عم نشوف قديش في مستوى من الوحشية والعدوان، وبنفس الوقت ندعي لأهلنا بأرضنا بفلسطين دائما بالانتصار. منركز على مقولة دائما وبكل صباح، ودائما وأبدا ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. صحيح فرح، ومثل ما قلتي يعني رغم كل هذا الدمار ورغم كل هاي المجازر اللي عم نشوفها، عم نشوف كمان من خلال فيديوهات اللي عم تنتقل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا بسبب التعتيم اللي عم بيمارسه الاحتلال، ان كان على التصوير وان كان على الاعلاميين وتقييد حريتهم، وايضا يعني خليني نقول صاروا هدف بكل العالم، ان كان اجانب او ان كان عرب موجودين هناك هنا مستهدفين. عم نشوف فيديوهات عم تخلي العالم تستغرب قديش فيها القوة عند الفلسطينيين، قد فيها الصبر، رغم عم يتهجروا من بيوتهم عم تنهد فوق روسهم، في عائلات بالكامل اختفت من على وجه الأرض، مع هيك كلمة الحمد لله موجودة، كلمة إن شاء الله منصورين موجودة. هذا الإيمان والصبر يمكن ما بسهولة موجود، ولكن هن فعلا قدروا يعلموا العالم كله دروس بالقوة وبالصبر، وبأنه أصحاب الأرض لابد وأن ينتصروا وأن يعود الحق لأصحابه. خلونا نروح لفاصل وبعدها نبلش أولى محطاتنا الصباحية.
طبعا سلمى، بظل الأحداث الجارية خاصة فيما يحدث بأرضنا في فلسطين المحتلة، لحتى يكون كل منا قادر على بناء وجهة نظر خاصة في تجاه الأوضاع الإنسانية الصعبة اللي يتعرض لها الفلسطينيون، أقامت مديرية الثقافة ندوة حوارية سياسية فكرية تحت عنوان غزة العزة إلى دروب النصر في المركز الثقافي بمدينة درعا. تفاصيل أوفى بالتقرير التالي. في ظل الأحداث الجارية والمتتابعة والتي تفرض نفسها، ليكون كل منا قادر على بناء آرائه ووجهة نظره تجاه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها الفلسطينيون، أقامت مديرية الثقافة بدرعا ندوة حوارية سياسية فكرية تحت عنوان غزة العزة على دروب النصر في المركز الثقافي بمدينة درعا. الغاية من هذه الندوات هو أن نشحذ الهمم وأن نشكل وعي جديد عند الشباب، خاصة كشريحة كبيرة جدا في المجتمع، لمواجهة هذه الغطرسة الصهيونية. في هذه الندوات واللقاءات والوقفات التضامنية مع غزة التي أعادت القضية الفلسطينية لتكون قضية مركزية، بل أصبحت قضية عالمية، ونرى في هذه الأحداث أنه فلسطين قد كسبت الرأي العالمي وقد انتصرت على إسرائيل. تناولت الندوة الحوارية محورين أساسيين، محور المقاومة وتشكيل الرأي للدكتور المحاضر سامي الشيخ، ومحور آخر بعنوان سوريا والفعل العربي المقاوم للأديب حسين صالح الرفاعي. تطرق فيها المحاضرون إلى النضال السوري الفلسطيني المشترك ودور محور المقاومة وضرورة غرس الوعي الجمعي تجاه تشكيل رؤى وطنية فاعلة في الانتماء والدفاع عن الحق الفلسطيني المغتصب. تحدثنا اليوم عن محور المقاومة وعن تداعيات ما يجري في غزة. مهما كانت الضحايا في غزة، هو انتصار ساحق وتم تحقيقه. اليوم العالم يتفكك من حول أمريكا ومن حول إسرائيل، ومهيئ العالم اليوم لأن يتقبل أخبار هزائم متكررة على إسرائيل. للوعي دورا مهما جدا في صناعة التاريخ، وبالتالي هذه المقاومة في غزة هي أيقظت هذا الوعي على نحو حيوي وفاعل لتحقيق أهداف الحرية والانعتاق من أسر هذا الاحتلال البغيض، وتحقيق تطلعات وأماني شعبنا العربي الفلسطيني. تكون هذه الندوات الحوارية كفضاء مفتوح يعكس رؤى مختلف الشرائح والنخب المثقفة، ليسهم بشكل كبير في توسيع دائرة المعرفة وتكوين الوعي تجاه مختلف القضايا. مرح المقداد، الإخبارية السورية. أما هلا رح نروح لأولى فقراتنا، فرح وكمان فقرتنا الأولى أدبية، ويعني بالمجمل خلال الفترة الماضية أغلب النشاطات الثقافية اللي شهدناها كانت محورها هي فلسطين، ومثل ما بنعرف في كثير عنا من الكتاب والأدباء اللي تغنوا وكتبوا عن فلسطين وعن طبعا الأدب المقاوم. قصة بسيطة لنضال شعب على رقعة صغيرة من كوكبنا من أجل الارتقاء فوق الانقسامات والاضطهاد والاستغلال ودعم المساواة وأيضا الابتعاد عن البؤس. هي القصة رواها الكاتب ضمن رواية اسمها أغاني وأسرار، وتم توقيع هذه الرواية ضمن مكتبة الأسد الوطنية. الكتاب طبعا سلمى صدر من المشروع الوطني للترجمة عن الهيئة العامة السورية للكتاب، ومن ترجمة سوسن بدر. لنحكي أكثر عن مضمون الكتاب ومناسبة صدوره وتوقيعه أيضا معنا الأستاذ الكاتب حسام الدين خضور، طبعا كان له دور في إدارة ندوة الحوار حول هذا الكتاب. يسعد صباحك أستاذ، أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ويسعد صباح المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. بداية أستاذ حسام، خلينا نحكي عن أهمية هذا النوع من النشاطات الثقافية اللي موجودة حاليا، وخصوصا بظل اللي عم بنمر فيه. النشاط الثقافي جزء من الحياة العامة للمجتمع للبلد، هذا دائم. ونشاطنا في وزارة الثقافة في الهيئة العامة السورية للكتاب
هو نشاط متعدد الأشكال بمجمله يدور حول منتجنا الثقافي المحلي والمنتج الثقافي العالمي أو الأدبي العالمي. ومن النشاطات التي تنشط في وزارة الثقافة هو ترجمة الأدب العالمي، وفي هذا المضمار كان للمنتج الثقافي الأفريقي دور في عملنا في وزارة الثقافة. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية كرسنا سنة 2015 للأدب الأفريقي، وفي أحد أعداد جسور ثقافي وهي مجلة تصدر عن الهيئة العامة للسعودية للكتاب أيضا كانت شخصية العدد كاتبة أفريقية ذات مكانة عالمية هي نادين جورديمير أيضا. وهذا الكتاب الذي سنتحدث عنه هو أحد المنتجات الثقافية التي تم ترجمتها في مديرية الترجمة في الهيئة العامة السورية للكتاب، وهو كتاب لسفير جمهورية جنوب أفريقيا في سوريا، وهو أحد المناضلين ضد التمييز العنصري والأبارتايد في جنوب أفريقيا من خلال موقعه في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حزب نيلسون مانديلا، الشخصية المناضلة المعروفة عالميا. هذا الكتاب هو حقيقة سيرة ذاتية لهذا الكاتب الذي خاض غمار النضال الوطني ضد التمييز العنصري في بلده. والسيرة الذاتية هي ربما يمكن أن نعرفها بأنها كشكول، هي بذات جنس، لكن هذا الجنس له علاقة بالرواية والقصة والتاريخ والعلوم الإنسانية كافة. ويمكن أن نقول عنه أيضا أنه تاريخ بذاته، وهو مصدر تاريخي. نعرف أن الكبار السياسيين أو ذوي الاهتمام بالشأن العام عند مرحلة من حياتهم يذهبون إلى كتابة سيرتهم الذاتية. نعم. وهذه السيرة تكون عادة ذات أهمية حيث تضيء على جوانب معينة من حياة شعب، من حياة بلد، من حياة لنقل فئة مجتمعية ما. وهذا الكتاب حقيقة يسلط الضوء على نضال الشعب جنوب أفريقيا بكل فئاته ضد نظام التمييز العنصري الذي استطاع ذاك الشعب، شعب جنوب جمهورية جنوب أفريقيا، أن ينهيه. ولم يعد في العالم ثمة نظام يقوم على التمييز العنصري بشكل أو بآخر إلا الكيان الصهيوني في فلسطين. هذا النظام أو هذا الكيان الذي يمارس أشكالا مختلفة من التمييز ضد الشعب العربي الفلسطيني، وهو أيضا إلى زوال بكفاح شعبه وبتضامن شعوب العالم كافة، لأن حتى جنوب أفريقيا كان إنهاء أو تصفية النظام العنصري فيها هو نتاج تضامن شعوب العالم كافة مع هذا الشعب الصديق. اليوم أستاذ بتشوف حضرتك الأداء بمختلف أنواعها وبمختلف تجارب الشعوب قديش هي ممكن تكون، إذا بدنا نقول أرشيف بيختصر يمكن تجارب الشعوب بالكفاح، إن كان بالسودان وإن كان بأرضنا المحتلة بفلسطين الحبيبة وأي بلد يمكن تعرضت للاحتلال أو تعرضت للعدوان. الأدب عموما هو أرشيف، هو يعكس يعني الأدب في كل أجناسه إن كانت روائية أو مسرحية أو قصصية أو شعرية يعكس حياة الشعب بعيدا عن كل شيء. الأدب المجرد عن قضايا الناس، عن هموم الناس،
ليس أدبا، هو زخارف. فالأدب هو أرشيف حياة الشعب في كل ميادين نشاط هذا الشعب. ونحن حريصون في وزارة الثقافة على ترجمة آداب العالم بالإضافة إلى العلوم الإنسانية، لكن آداب العالم هي يعني يمكن أن نقول عنها مهمة من المهمات التي تأخذ الهيئة العامة السورية للكتاب ترجمتها، ومن كل لغات العالم، من كل آداب العالم، لأنها ترى في ذلك المنتج الأدبي والفني صورة لشعوب تلك البلدان، تلك اللغات، وبالتالي تغني أدبنا، تغني معارفنا، تغني ثقافتنا، وتكون بذاتها جسرا للتفاهم والتعاون بين شعوب العالم كافة. نعم. طيب أستاذ حسام، خلينا نحكي شوي. كتاب أغاني وأسرار اليوم والإسقاطات اللي بداخله عن ما يحدث في غزة، وكيف تلقى الجمهور من خلال طبعا وجودك وإدارة هذه الندوة محتوى الكتاب؟ كما قلت، هذا الكتاب هو سيري ذاتي لمناضل في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي خاض نضالا عسكريا وسياسيا ضد نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا. وبالتالي هذا الكتاب له ما يجمعه مع كفاح الشعب العربي الفلسطيني الكثير. فكلا المشكلة في كلا البلدين هي مشكلة واحدة، مشكلة التحرر من اضطهاد، من تمييز، من احتلال. أيضا جنوب أفريقيا كانت محتلة كما تعلمان من استعمار غربي، وأيضا نحن هذا الكيان حقيقة يمكن أن نعتبره بقايا الاستعمار الغربي على أرضنا. هو يعني كيان مصطنع جاء به من الخارج و باقتلاع اصحاب الارض باقتلاع شعب من ارضه واحلال شعب اخر مكانه. هذه مشكله حقيقه يعني لا تصدق يعني، لكن هذا الواقع اللي قام. ودليل على ذلك الشعب العربي الفلسطيني الذي يعيش في الشتات في مخيمات حول فلسطين وفي العالم أيضا. فهذا أمر يعني إذا حاولنا أن نقارن بين نضال الشعب جنوب أفريقيا والشعب العربي الفلسطيني نرى كثيرا من الأشياء التي تكاد تكون متطابقة بين نضال الشعبين. وكما استطاع شعب جنوب أفريقيا أن ينتصر على نظام لا إنساني، شعبنا العربي الفلسطيني أيضا سينتصر على عدو، على الاستيطان، على هذا الاضطهاد، على هذا الظلم الذي لحق به والذي يرعاه الغرب الأطلسي. حقيقة الآن نرى أن المشكلة هي مشكلة مع الغرب الأطلسي الذي جاء بحاملات طائراته وبوارجه ليحمي هذا الكيان الذي تلقى ضربة مؤلمة في 27 الماضي. هذا الشعب الذي استطاع رغم الحصار، رغم يعني كل الأشياء التي تضعفه، أن يبني مقاومة تحت الأرض ويفاجئ العدو ويلحق به ضربة قاتلة يمكن أن نقول. هذا الشعب لا يقهر، هذا الشعب سينتصر حتما. ورغم كل العون
الذي يتلقاه من الغرب الأطلسي الذي يعطل القانون الدولي. يعني الكيان الإسرائيلي هذا وجد بقانون دولي بموجب قانون صادر عن الأمم المتحدة، وهؤلاء الذين أوجدوا بقانون دولي الآن لا يعترفون بالقانون الدولي. صحيح. يعني لا قانون دولي لا قانون إنساني، مجرد فرض إرادة ظالمة غاشمة على شعب يتطلع إلى الحياة. هذا شعب حي، هذا شعب لا يمكن أن ينهزم ولو عاش ظروفا صعبة، ظروفا لا إنسانية، لكنه بعزيمة شعبه وبعزيمة أشقائه وبعزيمة الأحرار في العالم سينتصر. نعم، يمكن هذا إيمان كلياتنا نحن مؤمنين في أن النصر أكيد رح يكون من حليف أهلنا بغزة. اليوم مع اختلاف أساليب يمكن الغدر، مع اختلاف أساليب طمس الحقيقة وتغيير الوقائع، كان من بيناتهم الثقافة يلي هي كانت سلاح كتير كبير استخدموه، وحتى مواقع التواصل الاجتماعي تزييف الحقائق والواقع. لما نحن منكون على مدركين أهمية ويمكن غدر وبطش العدوان، قدي لازم يكون في انتقائية كتير كبيرة من قبل الهيئة العامة السورية للكتاب، ممكن بانتقاء الكتب والعناوين المترجمة لحتى تكون بأيدي الشعب السوري والشباب اليوم. يعني الهيئة العامة السورية للكتاب من خلال وزارة الثقافة التي ترعاها وزارة الثقافة، يمكن أن نقول عنها هي الإدارة الثقافية الرسمية للبلد. ونتاج الثقافي للهيئة العامة السورية للكتاب متمثلا بالكتاب ترجمة أو تأليفا هو عمل يمكن أن نقول عنه عمل هادف يتطلع إلى بناء ثقافة وطنية إنسانية يعني تعمل على أن تقدم المعرفة للمجتمع بكل فئاته في جميع ميادين المعرفة الإنسانية من أدب وفن وعلوم. وهذا الأمر هو العمل الطبيعي، العمل العادي الذي نقوم به، ونعمل على ألا يكون تزييفا للواقع، أن يكون علميا، أن يكون وطنيا، أن يكون تحرريا. فهذه المبادئ التي هي مبادئ بلدنا، مبادئ شعبنا الذي يتطلع إلى الحرية والسلام وحياة أفضل لنا وللشعوب ولبقية الشعوب. نحن شعب مسالم، نحن شعب نتطلع إلى تعاون وعلاقات تعاون مع كل شعوب العالم، نأخذ من العالم ونعطي للعالم. وهذا العمل اليومي لنشاطات وزارة الثقافة والهيئة العامة السورية للكتاب واتحاد الكتاب العرب أيضا والمثقفين الوطنيين في بلدنا في كل الأوساط أيضا. أكيد. يعني اليوم أستاذ حسام كنا من خلال حضرتك هيك عم نشوف بعض نافذة، خلينا نقول نافذة أدبية على أهم يمكن الكتب، ومنها مثال اللي كان معنا اليوم كتاب أغاني وأسرار اللي هو بيحكي عن كفاح الشعوب. وخلال الفترة الماضية تم تناقل صور على مواقع التواصل الاجتماعي لأربع كيانات محتلة، أو فينا نقول اللي هي حاربت الأهالي الأصليين، كان منهم بجنوب أفريقيا وأيضا الهنود الحمر بأمريكا وأيضا بالمغرب وغيرها من الدول، اللي كان الاحتلال البريطاني والفرنسي والأمريكي والآن الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. أهمية دور الأدب بتأريخ كفاح الشعوب. كما سبق وقلت أن الأدب هو انعكاس للواقع، فكونه انعكاسا للواقع فهو يقدم صورا مختلفة من شتى جوانب الواقع. وهو قيل عنه
انه التاريخ غير الرسمي، لكن التاريخ الواقعي والحي حقيقة للحياة العامة في بلد من البلدان من خلال كفاح شعبه والجهات الفاعلة في المهتمة بشأنها العام الاجتماعي والوطني. فالأدب هذه رسالته أن يقدم لوحة أو فهم للعالم، فهم بأدوات أدبية بأدوات فنية. هذه هي وظيفة الأدب، وفي تقديري أن آداب الشعوب خير تاريخ لتلك الشعوب، هي الصورة الأجمل التي تقدمها الشعوب لبعضها بعضا. ونحن في وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة السورية للكتاب نحاول جاهدين أن نقدم النتاج الجميل للعالم، النتاج التحرري للعالم، النتاج المعرفي للعالم إلى أبناء شعبنا. هذه هي مهمتنا الوطنية الثقافية وعليها نعمل جاهدين. نعم، يعطيكم ألف عافية أستاذ. شكرا لك، شكرا لكل الجنود المجهولين، لكل الكتاب، لكل العاملين بالهيئة العامة السورية للكتاب على كل الإنتاجات الفكرية والعمل الدؤوب رغم كل الظروف والحصار بمختلف مناحي الحياة. بدنا نشكرك كثير على وجودك معنا. شكرا لاستضافتكم. شكرا لك. شكرا للأخبارية السورية، يعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا فيك. شكرا لك. أما هلا مشاهدينا ننتقل لاستديو الأخبار للاطلاع على آخر وأهم المستجدات على الساحة السياسية العربية المحلية والعالمية مع زميلتنا نيرمين عمار. يسعد صباحك نيرمين. صباح الخير فرح وسلمى موجز، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. أكد الرئيس بشار الأسد أنه لا يمكن البحث في العدوان على غزة بمعزل عن سياق المجازر الصهيونية بحق الفلسطينيين سابقا، لافتا إلى أن استمرارنا في التعامل مع العدوان اليوم بنفس المنهجية يعني تمهيد الطريق من قبلنا لإكمال المذابح حتى إفناء الشعب وموت القضية. وأشار الرئيس الأسد خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في الرياض أمس إلى أن الطارئ في قمتنا اليوم ليس العدوان ولا القتل، فكلاهما مستمر وكلاهما ملازم للكيان وأسمة له، لكن الطارئ هو تفوق الصهيونية على نفسها في الهمجية. وشدد الرئيس الأسد على أن الحد الأدنى الذي نمتلكه هو الأدوات السياسية الفعلية لا البيانية، وفي مقدمتها إيقاف أي مسار سياسي مع الكيان الصهيوني لتكون عودته مشروطة بالتزام الكيان بالوقف الفوري المديد للمؤقت للإجرام بحق كل الفلسطينيين في كل فلسطين مع السماح بإدخال المساعدات الفورية إلى غزة. وفي بيانها الختامي طالبت قمة الرياض العربية الإسلامية الاستثنائية بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا وكسر الحصار عنه وفرض إدخال مساعداتنا بشكل فوري. ودعت مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤ يتيح للاحتلال الاستمرار في عدوانه الوحشي. وأدانت القمة في بيانها الختامي الذي تلاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري. وشددت القمة على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية تشمل الغذاء والدواء والوقود بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها.
جددت المقاومة الفلسطينية مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ قرار تاريخي وحاسم والضغط على الإدارة الأمريكية لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة فورا. وقالت المقاومة في بياننا أن حصار الاحتلال للمستشفيات في قطاع غزة وقصفها الهمجي بشكل متواصل وبكل أنواع الأسلحة الأمريكية ومنع وصول الوقود والماء والغذاء والإنترنت ووسائل التواصل والتنقل وكل مقومات الحياة الإنسانية عن المرضى والجرحى والنازحين جريمة نكراء ضد الإنسانية وحرب إبادة جماعية. يتحمل مسؤوليتها كل من يقف عاجزا عن التدخل الفوري لوقف هذه المجزرة المروعة والكارثة الإنسانية. أكد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في كلمة له في مناسبة يوم الشهيد أن ما يجري في غزة من عدوان هو تطور خطير وكبير واستثنائي، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تعبر عن الانتقام الإسرائيلي المتوحش. وبشأن سوريا لفت الأمين العام لحزب الله إلى أن سوريا تتحمل تبعات ضيق الخيارات الإسرائيلية كما حصل في إيلات المحمية أمريكيا وإسرائيليا وحتى عربيا، مضيفا أن إسرائيل احتارت في الجهة التي وقفت خلف الهجوم المسير على إيلات، فحملت حزب الله المسؤولية. ختام الموجز، عودة إليك فرح. شكرا لك زميلتنا نرمين بغرفة الأخبار. ومنتقلين لفقرة يمكن كتير حلوة سلمى. نعم فرح، رح نروح إلى فقرة ولكن بداية خلينا نروح على اللاذقية. وتضامنا مع أهلينا وأطفالنا في فلسطين المحتلة تحت عنوان غزة الجريحة وبألوانهم من أطفال اللاذقية إلى أطفال غزة، فعالية وتفاصيل الأوفى بالتقرير التالي. تقيم هذه الفعالية الفنية تضامنا مع أهلنا وأشقائنا الصامدين في فلسطين المحتلة الذين يتعرضون لأبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية على يد الجيش كيان الصهيوني الغاصب، وعلى مرأة ومسمع من كل دول العالم. بالقضية الفلسطينية وبكل القضايا مع الأسف الشديد الميديا بتلعب دور، اللون الشكل الصورة هي عم تلعب دور كتير مهم وقوي حقيقة يعني ثاني بعض الدول عن قراراتها. فمن هذا الباب الحقيقة نحن وأطفالنا حاولنا قدر الإمكان يعني نمنح أو نعطي رسائل العلاقة باللون بالشكل بالمشاعر الحلوة المفعمة بالمساندة بالدعم بالمحبة للشعب الفلسطيني بالتضامن معهم مع الأطفال مع الشباب مع الكبار مع الأسرة الفلسطينية ومع الشعب الفلسطيني. نشاط حلو لدعم فلسطين وكمان اللوحة بتعبر عن أطفال فلسطينيين. بحب أقول لهم إنه الله يعني الله يكون معهم والله يساعدهم، ونحن يعني قد ما فينا رح نحاول إنه كتير كتير نساعدهم. اليوم إجينا نلون علم فلسطين منشان نرسل رسالة لأطفال غزة إنه نحن معكم وقلوبنا معكم. أنا رسمت علم فلسطين ونحن رح نضل معكم يا أهل فلسطين. فلسطين عربية حرة. مثل ما بنقول سلمى الختام حيكون مسك، وهالمره ضيف كتير مميز. انا شخصيا سلمى لما فات على الاستوديو يعني قلبي كبر في هذا الولد. رح نشوف يمكن موهبه كتير مميزه، تدريب واصرار على النجاح، يمكن قد ايه في يمكن كمان مقابله تعب
من قبل الأهل أو حتى المدرب الخاص فيه. رح نحكي اليوم عن الحساب الذهني يلي يمكن ضم العقول والعباقرة الصغار اللي أحرزوا المراكز الأولى بمسابقة الحساب الذهني الوطني لعام 2023، فحصلوا على المراكز الأولى بكل جدارة. صحيح فرح، مو بس طبعا ضمن حدود سوريا، أيضا بالمسابقات العالمية كان في لهم وجود وقدروا يحرزوا طبعا مراكز مهمة ويشاركوا حتى ولو كان عبر الأونلاين. اليوم رح نتعرف أكثر على عدد كبير من الأبطال الصغار مثل ما فينا نسميهم، طبعا من خلال مدربهم اللي رح يحكي لنا عن هاي المسيرة سواء على المستوى الوطني أو حتى على المستوى العالمي اللي شاركوا فيه. واليوم بيصرنا يكون معنا بالاستوديو طبعا ضيوفنا الكرام، أولا المدرب الدولي بالحساب الذهني والطفل محمود أبو شفرة وهو بالمركز الأول، والأستاذ خليل العلي وهو المدرب. بيسعد صباحكم. سعد لي صباحك. أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. وأهلا وسهلا فيك أستاذ خليل. صباح الخير محمود. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. تعرف شو جايين نعمل هلأ؟ ما بتعرف هلأ رح نقول لك؟ لا اللي لك المرة نطلع على التلفزيون. لك برافو عليك، انت كتير بطل كتير شاطر. قد ايه عمرك؟ 5 سنين. برافو عليك. وهي الميدالية شو امتى اخذتها؟ بالمسابقة العالمية. بالمسابقة العالمية؟ لا الوطنية. الوطنية، برافو عليك. هلا رح نشوف مع الاستاذ خليل، جاهز انت لحتى تورجينا قديشك انت شاطر؟ جاهز. خلينا قبل ما نحكي اي شيء احنا نبلش نبلش اللقاء باختبار صغير. باختبار صغير. تمام اوكي. جاهز محمود؟ جاهز. ابدا. 90-40-50 99-22-22-55 30-10-50-10-10-10-10-50 22-22-55. الجواب 99. احسنت. برافو عليك. برافو. انا ما بعرف اذا جاوب صح. نحن اكيد ما رح نقدر نعرف بنهايه اللقاء، اكيد موجود على الفيسبوك اللقاء، فيكم ترجعوا وتعيدوا. انا بشكك بس انه برافو. هي السرعه وهالعمر الصغير يعني شيء مذهل صراحه. أكيد. فرح. ويمكن خلينا نحكي اكثر استاذ خليل عن عدد الاطفال اللي كانوا مشاركين، اعمارهم يعني 5 سنين عمر كثير صغير، ومع هيك هو قادر انه هو يجيب مراكز اولى. من امتى بلشتوا معه اساسا؟ من امتى بيقدر يبلش يتدرب الطفل؟ هلا انا دائما بقول الحساب الذهني عمريا، نحن نقول عمريا 6 سنوات. 6 سنوات عمريا. هو اصغر من هالعمر. خلينا نحكي القاعده ونحكي الاستثناء. الاستثناء للقاعده مثل ما نقول هو لازم يكون 5 سنوات، بشرط انه يكون هذا الطفل متقن لعمليات الجمع والطرح، بيعرف الارقام لانه هي لغه ارقام اولا واخيرا. فنحن هذا التدريب بيكون عباره عن مستويات، المستوى اللي هو اسمه مستوى سي. مستوى سي هو عبارة عن أول شيء يتعلم لغة الأرقام الآحاد، تمام، بعدين الجمع والطرح عليها، فبتكون عبارة عن المعداد، بعدين على الأصابع، بعدين خيال. هلأ فينا نشوف محمود فرج، خلينا نعمل تمرين أصابع. جاهز؟ أصابع مش خيال. ابدأ. 2+2+5 محمود بس ارفع ايدك شوي. 4+4+5 +1+1+1+1+5 الجواب 9. أحسن. أحسن. عرفت شفتي كيف؟ يعني هذا هو عبارة عن تمارين الأصابع. تمرين الأصابع نفس تمرين المعداد. المعداد هو عبارة عن الأباكوس، هذا المعداد أو نحن نسميه السوربان في الياباني، عبارة عن خرزة من الأعلى وأربع خرزات من الأسفل ويفصلها خط فاصل. هلأ مثل ما شفنا قبل شوي محمود جاهز خيال. هلا هو محمود شو عم يسوي هلا؟ عم يتخيل الجهاز. عم يتخيل هذا الجهاز وهذا المعداد بمخيلته. ابدا. 4+2+2+9+4+5 الجواب 0. احسن. برافو. عرفنا كيف شو الفكره الاليه، انه هو عم يحرك هي الخرزات هلا بمخيلته. نعم. يعني استاذ خلينا بس نوضح صوره انه اليوم في فروقات بين الاطفال، يعني بنشوف يمكن طفل بعمر 6 سنوات او حتى 7 سنوات يمكن ما بيمتلك مهاره او استعداد كطفل بعمر 5 سنين وببدايه تعليمه. اليوم حضرتكم تقدروا يمكن توازنوا بهذا الشيء، تدعموا الطفل، تكثفوا تمرين، كيف تقدروا تتعاملوا معه او ممكن تاجلوا فتره التدريب لمرحله نضج اكثر، بما انه هي الفروقات هي فعلا موجوده بين الاطفال وما فينا ننكرها.
تماما، هي أكيد في هبات ربانية الله سبحانه وتعالى بيعطينا إياها وبيعطيها لأطفالنا، هي ما بننكر أكيد. ولكن خلينا نجي على القاعدة، لما بنجي الآلية اللي نحن كيف بدنا نستقبل الأطفال اللي بدهم يشاركوا بهي العمليات مثل ما نقول، وبدهم يستفيدوا من هي المهارة، خلينا نوضح إنه هي عبارة عن مهارة. هي الفكرة الأساسية اللي لازم نعرفها، هي مهارة مثل مهارة السباحة، مثل مهارة الموسيقى، مثل هي مهارة تتقن ونتعلمها، نوصل لمرحلة الإتقان فيها بالتدريب. العمر لنا 6 سنوات، وقلنا إذا كان يجينا شخص مثل محمود، أنا الفكرة أنه أنت بدك تجي على هذا الشخص، بدك تشوف فيه، ندرس الحالة هل هو قابل. يعني إذا أنا هذا الشخص بالبداية ممكن في عنده مشكلة بعمليات الأرقام، بدنا نشتغل عليه. اشتغلنا على الأرقام ماشي، طبعا بالتعاون مع الأهل. يعني أنا في البداية أنا حكيت مع الأهل أنه إذا أتقن عمليات الأرقام فينا ندخل، كونه هو حابب وأنتوا حابين مثل ما صحيح. طيب نحن عم نشوف هلأ شهادات لمحمود، طبعا كلياتها عن الجائزة الأخيرة، خلينا نعرف تفاصيل الجائزة الأخيرة. قديش كان عدد الأطفال المشاركين؟ طبعا اللي قدر محمود يكون هو بالمركز الأول، وين كانت المسابقة، قديش استمرت، كل هاي التفاصيل. المسابقة هي المسابقة الوطنية، نظمتها مؤسسة علمني، مؤسسة هي المسؤولة عن حسابها المسؤولة. كان أكثر من 605 طلاب، طلاب المشاركين. محمود بالفئة العمرية، الفئة سي، 5 سنين و6 سنين، هو أخذ المركز الأول عن هذه الفئة. برافو. أخذ المجموع العام تامة مثل ما نقول 60 من 60. برافو. الأطفال مثل ما قلنا 605 طلاب. مدة المسابقة بس مشان نعرف كانت 60 سؤال بالنسبة لعمره. تصور بس، خلينا نتخيل بهذا العمر 60 سؤال، تمام، خلال 7 دقائق. الفكرة رقم كتير، رقم قياسي. يعني نحن مثلا نحن نجي على ابننا يلي هو مثلا صف اول وعم يتعلم بالطريقة التقليدية للحساب، نعطيه 10 مسائل بيضل فيهم شي نص ساعة. تمام. صح ولا مو صح؟ خلينا نكون واقعيين ضمن لهي الامور. فلما نحن ابننا دخل جو المنافسة، جو التدريب، خلينا نقول هو التدريب اساس كل شيء. أنا بدي وصل لهدف، بدي أتدرب، حط خطة وأمشي عليها. نعم. اليوم كنا عم نحكي من تحت الهواء أستاذ، قديش نفسية المدرب، طريقة تعامله مع الأطفال يمكن تلعب دور كتير كبير بإنجاح العملية، عملية التدريب. اليوم لما بنحكي عن طفل مثل محمود، يمكن في عنده شيء بيشجعك أو أشياء، خلينا نقول بيشجعك أنه تكمل معه وتراهن على نجاحه وتميزه. أطفال تاني يمكن ما بيمتلكوا الصبر والهدوء يلي نحن عم نشوفه، أو أنه يحب أنه هو يتميز. الجانب النفسي بتراعوا بالتدريب مع الأطفال، تعويدهم على الصبر، تعويدهم على الهدوء، بترافقهم ألعاب معينة يمكن بتعودهم يمكن أنه يقعدوا ساعات أطول أو فترة أطول. مثل ما تفضلتي، الناحية النفسية هي أساس كل شيء. أنت عم تتعاملي مع طفل كائن ملائكي، كائن مزاجي. مزاج، شوف يعني خلينا نكون وصفة كتير صح. يعني طفل هلأ بيكون حاليا بيكون مزاجه رايق، ما في، بعد شوي بتشوفيه غير. نعم. فشقد بده خبرة من الشخص المقابله لحتى يستوعبه، ينزل لمستوى تفكيره، تمام، ينزل لمستوى تفكيره، يكون معه. أنا بقول المحبة هي أساس كل شيء. أي شيء بيجي بالمحبة طبعا من الطفل ماشي ومن المدرب. يعني أنا إذا ما كنت أنا حابب مهنتي كمدرب، حابب العمل مع الأطفال، لأنه أنت عم أصعب فئة ممكن أنت تشوفيه هي العمل مع الأطفال. تمام. يعني بدها خبرة، بدها أنه أنا أكون ذكاء كتير كبير، يعني بدها صبر. أنا إذا ما صبرت على الشيء ما راح ناله، وبالمقابل نحن نعلمون هذا الشيء. محمود تحبه للكوتش؟ تحبه كتير؟ شوي ولا كتير محمود؟ شوي ولا كتير؟ محمود شوي ولا كتير؟ يعني شقد؟ كتير كتير يعني شقد؟ إلنا بالأرقام، أعطينا رقم، قديه بتحبه من 100؟ بدي
200 واو 200%. طبعا محمود نحن عم نعمل اللقاء وعم نحكي مع الاستاذ خليل وهو عينه على الوالد والوالده. بدنا نوجه لهم تحيه اكيد لانه دعم الاهل هو دعم اساسي. أكيد. يعني اكيد لولا دعم الاهل للاطفال واكتشاف موهبتهم بعمر مبكر وتحفيزهم على هذا النوع من المهارات. الحساب الذهني مهاره كثير صعبه. قديش بتفيد الطفل مو بس يعني بانه هو عم يحرز وعم بتفيده بحياته بعدين تغير تفكيره كله. هلا بس خلينا نعرف هي نطلع من الناحيه النمطيه للتفكير العالم. هلا في تفكير سائد وانتشر هذا التفكير اذا لاحظته يعني اما بالاونه الاخيره او ما او فيما سبق انه الحساب الذهني بجمد العقل. في البداية عم نتعرف على موضوع جديد العالم بشكل اوتوماتيكي تستهجن هذا الموضوع. بعدين فيما بعد لما تكتشف انه هذا الطفل مثلا كيف صار على الناحية النفسية كيف صار على التحصيل العلمي، اهم شيء التحصيل العلمي، كيف صار بالنسبة للناحية النفسية. محمود كيفك؟ انت بتحبني؟ أنا بحبك كثير على فكرة. حطي تمرين جاهز؟ ابدأ. 10 زائد 10 ناقص 20 زائد 22 زائد 22 ناقص 44 زائد 99 ناقص 55 ناقص 22 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10. الجواب 95. أوه تمرين ثاني، جاهز؟ ابدأ. 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 ناقص 40 زائد 20 زائد 20 زائد 50 ناقص 40 زائد 10. الجواب 60. أحسنت، بطل بطل بطل. هوني عرفت معك اليوم الصبح أتصبح فيه، كون صباحي كثير حلو أنا. قد إيه لك محمود اللي قد إيه لك عم تتدرب؟ سنة. سنة؟ برافو عليك، كل يوم قد إيه بتتدرب؟ كل يوم؟ قد إيه بتضل تتدرب؟ شي 8 ساعات. بيني وبينك قديش؟ هدي شوي هدي شوي هدي شوي. بالمسابقة كنا نتدرب 8 ساعات، باليوم عم تقول لك الآن بالأيام العادية ايش قد تتدرب؟ 4 ساعات. 4 ساعات؟ هلا الماما عم تأشر لنا ساعة. ساعة؟ هذا آخر كلام؟ ممتاز. هلا هذا الحكي 4 ساعات وأيمتى كان؟ بالمسابقة صح ولا مو صح؟ وبالأيام الأخيرة آخر شيء صرنا ناخذ 8 ساعات، مزبوط. هلا بالمسابقة 8 ساعات عم نحكي عن رقم هي 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 خيالي الفكرة. بالنسبة لطفل بعمر محمود أو حتى أكبر شوي يعني. عم تتفضلي إنه يعني الالتزام الالتزام والصبر، عرفتي شو الفكرة يعني هي نحن يا جماعة خلينا نحكي إنه شو الفائدة إنه أنا عم أعطي طفل علم الصبر والالتزام بهذا العمر. اهم شيء يمكن هذا هي فوائد عمليه كل اهل بيطمحوا انها تكون هي عندهم، بيتمنوا تكون موجوده. التحصيل العلمي، نحن نقول التحصيل العلمي، مهاره الخيال. هلا انتم شفتوا كان عم يتخيل. الخيال هو اساس النجاح، اساس كل العلوم هو الخيال. الخيال اهم من المعرفه كما يقول احد العلماء. فالخيال هو اساس كل شيء. التركيز لما بيكون مركز معي عم يزيد تركيزه. سرعه بديهه كثير عاليه استاذ خليل، يعني فظيعه تماما. هي الامور. نعم محمود، انا حابه احكي معك كل الوقت مع احترامي اكيد، وانه حديث الاستاذ خليل كثير مهم ونعرف هي التفاصيل، بس محمود شو اللي شجعك انك تدرس حساب ذهني او تتدرب حساب ذهني؟ الماما والبابا شافت من تطلب للاستاذ خليل لقيت وحده قاعده هي ميدالية، طالبة كانت أخذة مركز ثالث عالميا، مركز أول على سوريا السنة الماضية. مزبوط. شافتن على الموبايل. شافتن على الموبايل بعدين شجعت وحبيت الفكرة. أنت لما شفت أنه هو ما خفت ولا شوي؟ برافو عليك. كم حدا من رفقاتك معك؟ زكا لا تاخذ صفنا كثير. لا تاخذ صفنا كثير، يعني شوي نص هالصفنه بتكفي. مين كان عم بينافسك؟ مين ثاني حدا بعدك يعني شاطر هيك؟ مين شاطر مثلك من رفقاتك؟ مين كان تتذكر مين كان معك من رفقاتك شاطر واخذ مركز اول؟ محمد عبود صح؟ محمد عبدو؟
محمد عبود. محمد عبود كمان من عمره من عمره ومحمد علي عبد الإله برو كمان من عمره كمان عمره ما شاء الله. شفت في منافسة استاذ بين الأولاد رغم هي الأعمار الصغيرة إنه كل واحد ممكن يأخذ الرقم الأول أو المركز هلا الأول. المسابقات بتنمي روح المنافسة، يعني الطفل بحب هي المنافسة أصلا. نحن بالحياة عبارة عن منافسة كبيرة، فهذا الشيء بيخلينا نكون نحن مقبلين على الحياة. بنعرف إنه الحياة لا ترضى بالضعفاء. صحيح تماما أكيد. الحياة ما بترضى بالضعفاء، الحياة للأقوياء. فهي المنافسة بتخلي الشخص من هلا عم يتدرب على المنافسة، يتدرب على القوة، تصنع منه شخص قوي وشخصيته قوية وبيرفض الخسارة. تماما هي وبيفكر الفكرة. وبيفكر كثير مثل وبيفكر بيصير هلا عم يسرح بغير شيء. حلو شخصية مثل عم بيفكر. أنا حاسة عمره 18 أكبر من 18 هلا. مثل ما قلنا الحساب الذهني بينمي شخصية الطفل، يعني بيخليه حتى بيفكر بتفكير الكبار. عرفتي شو الفكرة؟ أنه أنا صرت أنا بغير مرحلة. طبعا هو بيضل بالمرحلة العمرية اللي هو طفولة عم يعيشها، بس تفكيره يصير بيختلف تمام. أكيد. طيب أستاذ خلينا نحكي كمان، قلت حضرتك أنه مو بس كان في منافسات وطنية، كمان في أطفال شاركوا بمسابقات عالمية تمام. عبر الأونلاين. كان في مسابقتين عالمية. خلينا نحكي شوي عن المسابقة. هلا المسابقة العالمية، هلا أنا بس مشان أوضح كيف المسابقات العالمية بتصير. المسابقة العالمية هي عبارة عن شركات خارجية بتقدم إنه نحن عنا مسابقة وطلب انتساب لمدربين حتى يشاركوا من كافة بلدان العالم. فالمدربين المهتمين والمدربين اللي عندهم بيعرفوا عندهم أطفال، طبعا المدرب اللي يشتغل على أطفاله فبيعرف حاله إنه مقبل على مسابقة عالمية، مو مسابقة مثلا نقول محلية، أو حتى المسابقة الوطنية لا، على 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 سوية عالية كانت جدا جدا. المسابقة اللي عملناها على سوية عالية جدا كانت، لأنه مسابقة الكبار كانت عبارة عن 120 سؤال. يعني الكبار نحن نقول 7 سنين، من 7 سنين لا 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 16 سنة. طبعا ضمن المستويات مثل ما حكينا هي عبارة عن مستوى محمود السي لحتى المستوى السادس ولا الضرب والقسمة. فكان هذا الموضوع عبارة عن 120 سؤال خلال 7 دقائق. يعني في وفي ناس وصلوا لهذا الرقم، يعني 120 سؤال صحيح، وحققوا مراكز أولى. طبعا الحمد لله رب العالمين. نحن منعرج على المسابقة العالمية. المسابقة العالمية كانت عبارة عن 4 طلاب نحن شاركنا فيها. طلاب طبعا نحن بأي مسابقة بنقول لهم نحن بنحط هدف، وين نحن وين راح نصير. لأنه الإنسان يعني أهم شيء الإنسان بيعرف مكان قدمه وين راح يصير. فبلشنا فهمنا الأطفال، حتى نحن الأطفال أهم شغلة، بما أنه أنا مدرب مهارات وتطوير أداء غير الحساب الذهني، فأنا بسقط التعليم والتعلم اللي دربته على أطفالي. فهذا الشيء كتير فادني بحياتي وبتدريبي. فأنا هذا الموضوع حتى بنقول لهم تتذكر لما كنا بالقاعة بنقول لكم تخيل حالك أنت، شو كنت أقول لك؟ تخيل حالك تاخذ مركز أول. عرفتي شو الفكرة؟ تخيل حالك تاخذ المركز الأول، يعني أنت هلأ عم تعيش الحالة، عم تغمض وتعيش حالك أنك أنت أخذت المركز الأول. ما تتخيله في قاعة تماما، هي الفكرة، هو الوقود. ما تتخيله ستحصل عليه، هي بشكل طبعا بالمثابرة، بالعمل، بالإصرار، بالمتابعة، كل هالأمور هاي. ما بدي يكون أنا مثلا والله أنا بدي أخذ المركز الأول، محمود بيكون نايم، صح ولا مو صح؟ كنا عم نتدرب 4 ساعات و8 ساعات، صح؟ فهذا الموضوع خلانا نكون نحن نتخيل دائما، نحفز أطفالنا، نخليهم يكونوا أفضل. لأنه أنت عم تتعاملي مع طفل فبدك دائما تشتغلي على كافة الجهات، ما أنه بيشتغل على ناحية واحدة، بيشتغل على ناحية التحفيز، الألعاب، التنافس. حتى ضمنهم كنا نعمل مسابقة، يعني كل يوم بعمل مسابقة. فهذا الشيء قد بيخلي روح المنافسة موجود. تمام محمود، هلأ يمكن فتحت المدرسة، أنت أي صف؟ أول نظامي. برافو عليك. عم ترجع تتمرن حساب ذهني؟ يعني ما منقطع أبدا، يعني مدرسة وحساب ذهني صح؟ رح تكمل بالحساب الذهني؟ حابب تاخذ كمان المركز الأول؟ برافو عليك.
طيب اليوم يعني عم نحكي مع محمود انه بايام المدرسه كثير من الاهل بيقولوا انه خلينا نأجل الحساب الذهني للصيف، اي نشاط ثاني غير اطار المدرسه، طفلنا ما بيتحمل، طفلنا صغير، هي الفجوه يلي بتصير بين ايام المدرسه خلينا نقول وبين الصيف، هذا الانقطاع قد ايه بياثر اليوم على الطالب وكيف بيقدر فعلا هو يستمر بالحساب الذهني بطريقه صح ما تاثر يمكن على مدرسته والجهد البدني والعقلي ممكن يبذله بين المدرسه وبين تدريب ومهارات. هلا خلينا نتناقش بهذا الموضوع بطريقة عقلانية. تماما. أنا كمتدرب بالجيم ماشي اليوم دربت 3 شهور وقطعت 9 شهور، شو استفدت؟ عضلاتي رح تضمر مرة لا رح أرجع لسه لورا أكثر للأسوأ، فالعضلة التي لا تعمل يصيبها الضمور، هي هذا تمام. المبدأ. فاللي بده يبلش بموضوع الحساب الذهني من البداية، نحن نحكي وهذا التوجه ونصيحة للأهل والطفل، إذا أنا بدي أقدم على شيء ماشي إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد، فأنا إذا بدي أقدم على شيء يا بكمل فيه يا لا أدخله بالمورة، بروح بتعلم إنجليزي، بروح بتعلم موسيقى، بروح بتعلم رسم، هدول ممكن الإنسان يضل يتابع إذا قطع بيرجع له، يعني الرسم مثلا بيرجع للمفاهيم الأولية، أما بالنسبة للحساب الذهني لا، الأمر مغاير والأمر غير ذلك تمام. فأنا لازم يكون الشرط هو المتابعة والمتابعة والمتابعة أكيد. يعني اليوم نحن كنا كتير سعيدين بوجودكم معنا وطبعا بوجود محمود كمان، نوجه تحية مرة تانية لأهله ولكل طبعا الأطفال اللي كانوا مشاركين وفازوا، أنه مجرد وجودهم بهالمسابقة هو فوز أكيد أكيد، حتى لو أكيد ما حصلوا على المركز الأول. أكيد بدنا نشكرك. الله يخليكي، شكرا كثير لك ولاستضافتكم. محمود والده مسافر برا البلد، فاليوم محمود كثير مبسوط. شو بدك تعمل، شو بدك تقول له للبابا يا محمود؟ عم يشوفك بابا اليوم. عم يشوفك هلا البابا. وين كاميرته لمحمود؟ هاي كاميرا، هاي الكاميرا. شو بدك تقول له للبابا يا محمود؟ شو بدك تقول له محمود؟ بشكرك. شو بدك تقول له؟ تقول له بحبك. شو بدك تقول له؟ هلا بابا عم بشوفك، عم يشوفك البابا هلا على الكاميرا هذه. بحبك. شو كمان؟ حبيبي الله يخلي لك يا، وانت ولد بتجنن، اكيد لك مستقبل كتير حلو مثلك. بدنا اكيد نقول الله يخلي لك امك كمان ويخلي لك عائلتك يلي لولاها يمكن اكيد ما اكيد الاهل دائما هن الجنود المجهولين صحيح. بكل عملية اكيد مع مدرب مثل حضرتك كمان الله اكيد النتائج كثير جباره. هذا من لطفك وزوجك. شكرا كثير لكم. الله يخليك. شكرا عليك. شكرا لوجودكم معنا وموفقين. شكرا لكم لاستضافتكم الجميله. شكرا. شكرا محمود. باي محمود. باي. عم يقولوا لنا اتركوا بحاله ما قدرنا. لهون صرنا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، هي الحلقه اللي تركت لنا اكيد مساحه كثير حلوه لحتى نبدا فيها صباحنا مع طفل مثل محمود ومدرب مميز مثل الاستاذ خليل. شكرا لكل مين تابعنا قدم لنا فكره او اقتراح. موعدنا بكره بافكار جديده وضيوف جداد. تبقوا بالف خير، نهار سعيد واخبار ان شاء الله يا رب تكون مرضيه وحلوه. نهار حلو لك. نهار حلو لك فرح ولكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا، ومثل العاده دائما بنقول لكم أي مقترحات أو أفكار بتحبوا راسلونا فيها على صفحتنا أو على صفحة الإخبارية. أكيد مكفين معكم على شاشة الإخبارية بكل التغطيات للأحداث المباشرة في غزة وأيضا بسوريا. ضلوا بألف خير. باي باي.